ده السؤال. اسيبك تتكلم بقى. تمام. انا سمعتك قيمت واحد واحد لعيب لعيب. تمام. هل دي مجموعة لعيبة ممكن تفوز ببطولة لنادي الزمالك السنة دي؟ بالشكل اللي انا شفته اخر فترة ومباراة النهاردة لا. بصراحة. يعني عارف اللي هو موضوع النفس الطويل ده مش موجود، يعني الزمالك في بداية السيزون كان بادئ كويس قوي، ما اعرفش بقى هل دي كانت خدعة ولا دي كانت ايه؟ يعني الشكل اللي احنا شفناه النهاردة والمباراة الأخيرة اللي أنا شفتها نادي الزمالك اللي هو أنت بتلعب مباراة كويسة والمباراة اللي بعديها مستوى نازل، في حاجة غلط جوه الفرقة، في عارف تحس إن في انقسام شوية. تعرف الزمالك فقط كم نقطة في الفترة الأخيرة؟ كتير قوي. طلع الجيش، المقاولين، المصري، الزمالك، الأهلي والمصري، أدي 6 نقاط، المصري وأدي النهاردة بيراميدز 12 نقطة. كتير قوي. أنت عارف 12 نقطة لو الزمالك عنده مثلا منهم 10 8 10 نقط بلاش 8 بلا 8 دلوقتي الزمالك يبقى 68 نقطة. صح، هتفرق معاه بشكل كبير جدا. هو الموضوع بقى بص برضو عيب مدرب. المدرب برضو مش يعني بص انا برضو في نقطة غياب ساسي، مش ممكن لعيب واحد يأثر على فرقة. أيوة، انا معاك ان ممكن لاعب يأثر، هو اللعيب ده اللي بيوصلك، انت ما وصلتش للجون النهارده. ماشي، ما وصلتش، بس فين البديل بتاعه؟ ما هو مش ممكن انا اعتمادي كله على فرجاني ساسي بس طول السيزون. استحاله، ما فيش لعيب بيلعب 30 40 مباراه ورا بعض. لازم لما هيجي له اجهاد، هيتعب، هيجي له اصابه، ونفس اللي حصل. فين بقى البديل بتاعه؟ ما هو ده معناه ان انا مركز مع مهيب بس، لازم يبقى ليه بديل. ما هو دلوقتي مهيب بعد، فين بقى البديل اللي هيمشي لي الدنيا دي كلها؟ عشان كده حصل ازمه. طب انت شايف ان في بديل لفرجاني ساسي في الزمالك في نفس المستوى بتاعه؟ لا، مفيش. ده مفيش، عشان كده هو الوحيد اللي ظاهر في الحته ديت. جماهير مفيش ليه منافس ليه يبقى موجود. جماهير نادي الزمالك اتصدمت النهارده، الاداء مخيب صراحه. مش زي الروح اللي كانت موجوده في المباراه الاولانيه. ما انا قلت لك بص، عامل الثقه كان ليه عامل دور كبير جدا على بخصوصا المباراه الكبيره ديت. في عامل ثقه كبير جدا، لعيبه نازله واثقه في نفسها، لعيبه كوره بجد، يعني لعيبه محترمه بتلعب كوره كويسه، واقفين صح. انت عندك النهارده نص ملعب نادي الزمالك فاضي، عارف تحس ان كل واحد بيلعب على حسب مزاجه، مفيش تعليمات، مفيش تنظيم. الشوط الاولاني مفيش هجمه لنادي الزمالك منظمه، مفيش ثبات كويس، مفيش حد بيتكلم. بص نادي الزمالك في الفتره الاخيره بيفتقد قائد جوه الملعب. القائد ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيحرك اللعيبه، هو اللي بيفوق اللعيبه، هو اللي بيتكلم مع اللعيبه، اللي بيخليهم تحس ان هو الهيد كوتش بتاعهم بس جوه الملعب. عندك انت تعالى بص على فرقه بيراميدز، في اكتر من كذا قائد، يعني كذا واحد ليه جوه الملعب. طيب اجيب لك تشكيله بيراميدز. يلا هات لنا تشكيله بيراميدز. احمد الشناوي. الشناوي طبعا خبره. رجع تاني. ما شاء الله، يعني نقول له حمد لله. يرجع تاني تقول له حمد لله على السلامه. لا هايل، ماشي كويس يعني. حمد لله على السلامه، ماشي كويس، وده هيبقى يعني اضافه بصراحه للمنتخب. زيه بالظبط عمر جابر، لسه كنت هتكلم عليه والله. يعني انا واحد من الناس كنت بتكلم على عمر جابر من البدايه، ما كانش مستوى عمر. عمر جابر في الفتره الاخيره لا صراحه احييه ان هو في ارتفاع، رغم ان هو بيلعب مش في مركزه، فدي حاجة على فكرة إضافة ليه وحاجة يحترم عليها، لأن فعلا بيخدم الفريق. ورجع تاني عمر جابر اللي احنا نعرفه، هيحل لنا مشكلة كبيرة في الباك ليفت في مصر. لو انت يعني عندك عبد الله جمعة، على فكرة عبد الله جمعة المفروض يتاخد يعني منتخب. أفضل واحد دلوقتي في مصر دلوقتي عبد الله جمعة. علي جبر؟ لا عبد الله، بص علي جبر أنا من اللعيبة اللي مقتنع بيها ومن فترة كبيرة، وكانت ناس بتتكلم عليها إزاي أنت مقتنع بيه. علي جبر من اللعيبة الكويسة جدا، عنده روح كويسه جدا، بس كان محتاج يبقى حد جنبه. بص بصراحه عمر ميداني من افضل المدافعين اللي في مصر دلوقتي، رغم ان هو مش مصري، بس من افضل المدافعين اللي انا شفتهم في الفتره الاخيره. اللي عارف انا بصراحه النهارده بتفرج عليه، لا ولد يعني عارف اللي هو يتقال عليه مدافع. فاي حد يلعب جنبه هيبقى كويس. ابراهيم سعيد يعني، اتمنى والله يعني. وائل جمعه مثلا يعني، مش لازم سعيد بس. رجب بكار. لا هايل. ارتفاع مستوى هايل، ابتدى ياخد ثقه، يعني لو مشي على الثبات المستوى دوت هيبقى ليه مستقبل كويس قوي. طيب شوف، احنا رغم ان بيراميدز النهارده مش مستواه اللي هو مستواه، بس شايف انت بتتكلم عن اللعيبه ازاي؟ انت شايف ثقة. انت بتتكلم، احنا لسه ما دخلناش في خط النص، احنا بنتكلم عن المدافعين. في تقل. طيب دونجا هايل. هايل. عبد الله السعيد هو الجوكر بتاعهم. محمد فاروق.
هايل برضو، عنده ثبات كويس جوه الملعب، بيشوف الملعب كويس، بيعرف امتى يضغط وامتى يقف. مش عارف اللي هو مش من اللعيبه اللي هو جوه في نص الملعب اللي هو عشوائي، اللي هو عارف بيروح بيضغط امتى. لا، وعنده سرعات. ايه؟ عنده سرعات. ما انا بقول لك يعني هو بيعرف على طول متحرك، بيعرف امتى يضغط وامتى يتحرك، شغال بمخه. اريك تراوري؟ بص، هو ما شدنيش قوي، بس ليه شغل جوه الملعب تكتيك كويس قوي، عارف اللي هو بيعمل لك دربكه، يعني يعمل لك قلق. ايوه بالظبط كده، هو ده بالظبط، هو ده طريقه لعبه. كينو؟ لا، كينو طبعا وحش، يعني أسوأ واحد. عمر خربين؟ طبعا لا، خبره طبعا. بص، كل اللي انت بتتكلم فيهم دي في خبره، فيهم اربعه خبرات او خمس لعيبه خبرات. تعلي طب ضربه الجزاء؟ لا، هو تهاون، خصوصا كمان ان جنش برضه مجنون، يعني مش يعني جنش مش من النوعيه اللي بتروح، يعني هو انا تابعت جنش في الفتره، في فترات كتير قوي، مش من النوعيه اللي بيروح قبل ما الكره تتلعب، لا، هو بيروح بيحصل ثبات بيقف. هو بصراحه يعني هو عملها في الداخليه، ممكن يعني يكون تبعه. خربين عملها في الداخليه نفس، هو ممكن برضه جنش برضه من اللعيبه، عارف اللي هو بيتقال عليه حارس مرمى صايع يعني. بالظبط بالظبط. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا.